السودان قواتنا المسلحة. سيداتي وسادتي من تلفزيون السودان نحييكم ونقدم لحضراتكم أحداث اليوم لهذه الليلة. أهلا بكم. البداية بالعناوين. وزير الصحة يدعو لرفع قدرات الكوادير الصحية للاستجابة للطوارئ. والي القضارف يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطمئن على مجمل الأوضاع. المؤتمر التداولي الأول لإدارات السلطة القضائية يختتم أعماله بعطبرة. أهلا بكم. خرج المواطنون بأحياء الفاشر فرحا بانتصارات القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح على ميليشيا الدقلو الإرهابية، حيث وجهت القوات المسلحة ضربات لتمركزات الميليشيا حول المدينة، وتم استلام عدد من العربات القتالية للمتمردين، وأجبرتهم القوات المشتركة على التراجع بعيدا عن الفاشر. وكانت الميليشيا المتمردة قد قامت بقصف عشوائي على بعض المناطق السكنية في الأحياء الشرقية من مدينة الفاشر. شدد وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم على ضرورة رفع القدرات للكوادير الطبية لتأهب وسرعة الاستجابة للطوارئ في ولايات السودان المختلفة. وقال الوزير خلال مخاطبته الاجتماع الاستشاري المعني بقدرات التأهب والكشف والاستجابة في ولايات السودان ببور سودان إن الاجتماع استعرض تقارير عن الأوضاع الصحية بولايات دارفور وكردفان وكيفية استمرار تقديم الخدمات الصحية ومكافحة الأوبئة والاستعداد لطوارئ الخريف. وأكد الوزير ضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية رغم التحديات التي تواجه البلاد. جدد والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن التأكيد على قدرة القوات المسلحة على دحر القوات المتمردة وأعوانها. جاء ذلك لدى مخاطبته جمعا من مواطني محلية الفاو بسوق حاضرة المحلية العمومي. وأكد الوالي المكلف استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن والي القضارف قد سجل زيارة لمقر قيادة المنطقة العسكرية الشرقية. قيادة المنطقة العسكرية الشرقية الفاو ظلت وما زالت إحدى القلاع الأمنية الصامدة صمود الجبال التي تحيط بها، تضع الخطط والاستراتيجيات وتجهز العدة والعتاد للقوات المسلحة وشركائها من حركات الكفاح المسلح، حيث قدم قائدها لواء ركن أحمد محمد الحسن العماس تنويرا ضافيا وللقضارف وأعضاء اللجنة الأمنية. أكد من خلاله أن السودان محروس وأن القضارف آمنة مطمئنة. وجد الناس الحمد لله على قلب رجل واحد، كل القوات على قلب رجل واحد، مستنفرين القوات المختلفة حتى حركات الكفاح. الحمد لله سنسمع قريبا ما يسر حسب تقديراته. كذلك وقف على السوق ووجد السوق الحمد لله يعني متحرك بصورة طبيعية جدا، وما في حاجة. ده كل اللي بيحصل لأنه ده إعلام خونة مرتزقة بيدعوا نصر كاذب، لكن الحمد لله الفاو مطمئنة والفاو عصية والفاو إن شاء الله حتكون ركيزة إلى تحرير ولاية الجزيرة بأكملها بإذن الله تعالى. مواطنو محلية الفاو وقفوا مصطفين بسوق حاضرة المحلية العمومي محيين الوالي ومؤكدين وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة تأكيدا لشعار شعب واحد جيش واحد. نحن نرحب بالأخ الوالي ونقول له والله إن شاء الله لن تؤتى الفاو من قبلنا، إن شاء الله إن شاء الله سوف تكون المغبرة من هنا، وإن شاء الله سوف نزود عن هذا الوطن وعن هذه الولاية وفداء إن شاء الله نفسنا ونفوسنا إن شاء الله. الفاو صامد وصابر والنصر لنا بإذن الله، النصر لنا إن شاء الله. نحن من طمع أهلنا في ولاية القضارف وفي محلية الفاو بنقول لهم الفاو والله يسمى مجموع لهذا الاعداء. نحن والله صامدين، نحن صامدين قصف هذه الجبال، صامتين قصف هذه الجبال. الفاو امنه. الله اكبر. الله اكبر. حي اي نحن مع الجيش، شعبا واحد، جيشا واحد. الله اكبر. والقضارف المكلف لواء معاش محمد احمد حسن حيا مواطني محليه الفاو الذين ظلوا يقدمون الدعم للقوات المسلحه
مشيدا بمشاركتهم في معركة الكرامة ضد أعداء الوطن. والله أنا سعيد يعني اليوم بزيارتكم، وحبيت أجي أطمئن يعني عليكم وعلى وضعكم، والحمد لله يعني أنتم ناس صناديد واقفين وقفة قوية لحماية بلدكم، والحمد لله يعني البلد مستقر والحالة هادية، وبإذن الله يعني ربنا يحقق لنا النصر خلال الأيام القادمة دي بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني قواتنا المسلحة والمستنفرين من أبنائكم قادرين تماما على أن يطردوا هؤلاء الأعداء ويطردوهم من ولاية الجزيرة إن شاء الله. وهكذا تؤكد الفاو أنها قلعة للتحدي، صامدة ضد العدوان، مغبرة لأعداء الوطن. عاطف بشير، تلفزيون السودان، محلية الفاو، ولاية القضارف. أشاد والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به قوات العمل الخاص لتأمين محليات الولاية وإسناد القوات المسلحة. جاء ذلك خلال زيارته تفقدية لمعسكر قوات العمل الخاص بمدينة ربك. جاهزية كاملة وروح معنوية عالية رصدتها كاميرا التلفزيون خلال مرافقتها لزيارة والي النيل الأبيض لمعسكر قوات العمل الخاص بمدينة ربك، والتي رافقه خلالها القيادات العسكرية والأمنية والمجتمعية بالولاية. ظلت قوات العمل الخاص بكل قطاعاتها، سواء كان في تندلتي أو في الدويم أو في ربك أو في كوستي، تقوم بأعمال جليلة في مجالات كثيرة. يعني أخي الوالي، أقول لك هذه سرية من دباكر، فلدينا مثلها سرية في الدويم، ولدينا مثلها سرية في تندلتي، ونحن نعد العدة لإعداد فيلق من القوات الخاصة على مستوى محليات الولاية المختلفة. القيادات العسكرية أشادت بالانضباط الكبير لقوات العمل الخاص وإسهامهم الملحوظ بكافة محاور معركة الكرامة. في الحقيقة الواحد وكد يشوف قوات العمل الخاص وأداؤهم بيكون مطمئن تماما إن القوات المسلحة مسنودة بقوات خاصة مميزة إن شاء الله. والكلام ده عرفناه في أعمالهم السابقة واللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. هم عناصر صلبة بحق وعناصر خاصة بحق، عناصر صلبة بحق وعناصر خاصة بحق، وعناصر ذات تدريب خاص لمهام خاصة. حكومة ولاية النيل الأبيض أكدت أن كافة الشرائح المجتمعية بالنيل الأبيض تشارك مع القوات المسلحة في حسم ميليشيا الدجل الإرهابية. فكانت نعم القوات بما قامت به من أعمال جليلة وأعمال إسناد للقوات الأمنية كافة، وهذه القوات انتشرت في كل الولاية وعملت كثير من المهام، كان لها الأثر الطيب في بث الطمأنينة في بين المواطنين، أيضا كان لها أثرها اللي أرعبت به المتمردين وأعوانهم من الخونة والعملاء والخلايا النائمة. ويذكر أن قوات العمل الخاص بولاية النيل الأبيض تشتمل على العديد من الكتائب وتنتشر بصورة واسعة في تأمين كافة محليات الولاية. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض، ربك. جدد والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد دعم واهتمام حكومته للمقاومة الشعبية الداعمة للقوات المسلحة في معركة الكرامة. جاء ذلك لدى لقائه وفد المقاومة الشعبية بمحلية أبو حمد، وأكد الوالي استمرار المقاومة الشعبية في برنامجها وإسنادها للقوات المسلحة حتى تحرير آخر شبر من الوطن. وقال البدوي إن المقاومة وضعت لها أسس وضوابط تمكنها من القيام بدورها كاملا في كل الأوقات والظروف. وتم النقاش حول التكوين الذي تم لهيكل المقاومة الشعبية على مستوى
محلية أبو حمد، ونحن إن شاء الله طبعا عندنا هيكل يعني منضبط على مستوى الولاية، وعندنا أمانات وعندنا مكتب تنفيذي. إن شاء الله سنعرض يعني هذه الأمور على الجهات المختصة، وقبلها إن شاء الله تكون عندنا جلسة مع السيد المدير التنفيذي لمراجعة بعض النقاط القانونية التي تتعلق بهذا العمل. وكما هو معلوم إن المقاومة الشعبية هي فاتحة لأي مواطن وطني داير يخدم. اثنين، المقاومة الشعبية شغله كله يعتمد على يعني الاشتراكات بتاعت الأفراد، ويعتمد على المنح وعلى الهبات وعلى يعني الأشياء اللي بيقدموها الناس، من لأنها سموها المقاومة الشعبية أصلا، شعبية لأنه بيشترك فيها كل المواطنين شعبيا ويقدموا فيها ويرتبوا أمورهم. مواصلة لدعمها لمعركة الكرامة، افتتحت محلية أبو حمد ولجنة الاستنفار معسكرين بقوام أكثر من 300 مستنفر، بدأوا التدريب فعليا استعدادا لحماية الوطن. معركة الكرامة دوى هذه المرة في العال بوابة محلية أبو حمد من جهة الشمال. استقبلت ضيوفها منفذة لافتتاح المعسكر رقم 31 بالمحلية التي ما زالت تدفع بالمستنفرين معسكرا تلو الآخر من معسكرات الكرامة 2. هذه القرية بالموقع الجغرافي تقع في آخر محلية أبو حمد من ناحية الشمال، آخر قرية في المحلية، وإن شاء الله ستكون أول قرية في الاستنفار والزود عن حياض الوطن. ولم تغب شمس هذا اليوم، توجه الجميع تجاه الشامخية لقص شريط معسكرها الذي حمل الرقم 32 لمعسكرات محلية أبو حمد، دفاعا على العرض والأرض لوطن خال من التمرد، مستمتعا بخيراته مواطنة. هذه الفضايع التي يرتكبها هؤلاء الأوباش، هؤلاء لا دين ولا أخلاق ولا إنسانية ولا وطنية ولا يعرفوا أي شيء، هؤلاء ناس يعني هتكوا العروض، نهبوا الأموال، حرقوا المتاجر، سرقوا العربات، اغتصبت حرائرنا، ماذا ننتظر؟ والله يا أخوان ربنا سبحانه وتعالى أمر بالجهاد. معسكرات العال والشامخية بوابة أبو حمد الشمالية عدت العدة للتدريب، وتدريبا متقدما أراد له المسؤولين أن ينجح كسابقاته من المعسكرات كرامة 1 و2، وأن يكون التدريب مغايرا بعد أن عرف الناس ما يحاك ضد الوطن ومواطنه، فالأمر أصبح واضحا. وأنا الناس لازم نفهم لماذا نحن مستهدفون، مستهدفين عشان حاجتين. أول حاجة، الإسلام في السودان ده مستهدف، الإسلام ده لازم الناس ديل، ناس الأمارات ديل وإسرائيل قالوا لازم يجزوا الإسلام ده من السودان ده. والحاجة الثانية الموارد، البلد دي غنية. إخوانا الانتفار ده قام، والسيد القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عندما استنفر الناس ودعا للتعبية، كلامنا ما من فراغ، لكن كان لابد من مشاركة هذا الشعب. اللواء 9 مشاه ذهب إلى العال والشامخية بكامل عتاده للبدء فورا في تقديم جرعات التدريب المعروفة. أشكركم والله، نحن جايين والقائد موصينا إنه أي حاجة بيحتاجوا لها من معينات تدريب وغيره تتلبى طوالي، والآن نحن جينا ما جينا فاضين، جينا معانا أخونا عبد الرحيم هنا إن شاء الله، هو حيكون مدرب للمعسكر وجاب معاه سلاحه وجاب معاه حاجاته البدعينه على إنه يدرب الناس. مدير التنفيذي لمحلية أبو حمد أوضح أن الاستهداف من هذه الحرب ظهر عيانا للإسلام ولخيرات البلاد وطمس تاريخ التليد، لكن استجابة الجميع لنداء القائد العام جعل الأمر مستحيلا عليهم. ردنا حيكون مزيدا من المعسكرات بتاعت الاستنفار، مزيدا من الجهد من حكومة المحلية في إطار نظاراتنا الكبيرة جدا كويس، وزي ما ذكروا المتحدثين نحن من السنة فاتت شغالين بهذا الاستنفار وهذا المعسكر، إن شاء الله المعسكر نمرة 32، وإن شاء الله كل المايل هذا المعسكر من أخواننا في الجيش زي ما أخونا الملازم أول ذكر، كل مايل التدريب ده
المحلية ملتزمة به في إطار لجنته العليا المفروض أمامكم. في العال والشامخية بمحلية أبو حمد اصطفوا لتلقي التدريب بروح عالية ووطنية خالصة لحماية وطنهم صغيرا وكبيرا وعرضهم وأرضهم. لتلفزيون السودان محمد فضل الله يوسف، محلية أبو حمد. أهلا بكم ضمن خطط التطوير التي تبنتها رئاسة الجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض. تم وضع حجر الأساس لمحكمة الجبلين بموقعها الجديد، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع المواجهات العامة للسلطة القضائية بشأن الاهتمام بعملية التقاضي ورد الحقوق للمواطنين في كل أرجاء السودان. وجدد رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا طالوت مدني إسحاق التأكيد على سعيهم والتشييد للمباني في الجبلين بالاستفادة القصوى من الجهد القضائي والرسمي والمجتمعي في هذا الخصوص. في تشييد محكمة القاضي المقيم الجبلين، الحقيقة المحكمة القديمة ليست مناسبة كمقر للمحكمة، لأنها كانت عبارة عن مدرسة تم فصلها ثلاثة فصول، يعني خرطة كده غير مناسبة. ومع هذا فالسادة القضاة ظلوا يعملون في هذه المحكمة طوال الفترة الفائتة. بدأت الفكرة في إنشاء محكمة جديدة في الجبلين، وكان يعني من المقرر أن تبدأ قبل عدة سنوات، ولكن للظروف المحيطة لم نتمكن من إنشائها. الآن وبفضل الله سبحانه وتعالى وبالجهد الرسمي الحكومي وبالجهد الشعبي وبالجهد القضائي شرعنا الآن في إنشاء هذه المحكمة، وإن شاء الله ستكون يعني محكمة بشكل مناسب. اختتم المؤتمر التداولي الأول لرؤساء إدارات السلطة القضائية ورؤساء الأجهزة القضائية بالولايات الذي استضافته ولاية نهر النيل أعماله. وأجاز واعتمد المؤتمر جملة من المقررات والموجهات التي تضمن وتكفل لمؤسسات السلطة القضائية ممارسة كافة أدوارها في ظل تداعيات الحرب وخلال مرحلة ما بعد الحرب. دراسة وتقييم دور مؤسسات السلطة القضائية في ظل الحرب وتهيئة وتوفيق أوضاعها لمرحلة ما بعد الحرب هي أبرز القضايا والمحاور التي ناقشها المؤتمر التداولي الأول لرؤساء الإدارات ورؤساء الأجهزة القضائية الذي استضافته ولاية نهر النيل. حقيقة المؤتمر تناول مشكلات اللي بتواجه السلطة القضائية بصورة عامة خلال فترة الحرب، وأيضا ناقش بعض المسائل المتعلقة بالمشكلات حتنشأ بعد الحرب. يعني دي كلها يعني محاولة للاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب. 11 جهازا قضائيا تعطلت خدماته وعشرات المحاكم تم إغلاقها بسبب تداعيات الحرب، والمئات من قضاة ومنسوبي السلطة القضائية أجبرتهم الظروف الأمنية على النزوح، ولكن رغم ذلك استمر القضاء في تقديم خدماته دون توقف وباستقلالية تامة. تناول المؤتمر موضوعات متعلقة بالتفتيش القضائي وضرورة تفعيله واستحداث وسائل جديدة لتفتيش تمكن من فعالية وترقية الأداء في هذه الإدارة المهمة. وتناول المؤتمر أيضا بعض المسائل المتعلقة بإدارة التوثيقات الاتحادية، وما تم من افتتاح النوافذ في الولايات تمكينا للمواطنين من الحصول على هذه الخدمة الضرورية. وقد شكلت قرارات رئيس القضاء بإصدار أوامر تأسيس جديدة للمحكمة القومية العليا لولاية النيل الأبيض وسنار والقضارف وكسلة واحدة من أهم مرتكزات ومخرجات المؤتمر. تمت مناقشة مواضيع عدة من ضمنها المحاكم العليا، المحاكم العليا باعتبار أنها لتغريب الظل القضائي في 6 ولايات من ولايات السودان المختلفة والمستغرة الآن الحمد لله رب العالمين. وتشكلت الدوائر على لكل دائرة فيها غرابة 6 قاضي محكمة عليا، الآن الحمد لله ابتداء من الأسبوع القادم يمارسون أعمالهم. وقد قطع المشاركون في أعمال المؤتمر التداولي الأول لرؤساء الإدارات ورؤساء الأجهزة القضائية بالولايات بنجاح المؤتمر استنادا
على قوة مداولاته وأهمية مقرراته التي انتهى إليها. ذلك بتأسيس دوائر للمحكمة القومية العليا في كل من ولاية القضارف، ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، وولاية كسلة، وذلك من أجل تصير الظل القضائي للمواطن الذي يعاني بفعل سقوط بريد مدني وتجميد العمل في دائرة المحكمة العليا بولاية جزيرة مدني. خالد على أحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. اطلع والي ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد على الاستعدادات الجارية لاستئناف الدراسة بجامعة شندي. جاء ذلك لدى لقائه مدير الجامعة ووفد محلية المتمة، وأكد الوالي أهمية تهيئة البيئة العامة للدراسة رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، معلنا استعداد حكومته للمساهمة الفاعلة لتقديم الدعم اللازم وحل كافة القضايا التي تمكن الجامعة من مواصلة الدراسة، مشيرا إلى أهمية إعادة ترتيب أوضاع الداخليات من جديد عبر صندوق دعم الطلاب لاستقبال الطلاب الجدد. ونفتكر بأنه ما ناقشوه من مواضيع هي مهمة جدا، اللي هي واحد جامعات الآن هي في طريقة لأنها تفتح بالكل، وتحتاج هذه الجامعات لترتيب موضوع الداخليات بالتنسيق التام مع أخواننا في الصندوق ولجان أمن المحليات، على أساس أنه هذه الداخليات تكون فاضية تماما. موضوع يعني مهم جدا، تحويل أو تخصيص المستشفى القديم في المتمة لجامعة وادي النيل ونحن جامعة شندي، وأنا أفتكر بأنه يعني إن شاء الله التخصيص حسب رغبة طبعا أهالي البلد، وطالما رغبة أهالي المتمة بأنه يخصص الجامعة نحن من جانبنا ما في أي مانع، فقط تكتمل الحلقات الإدارية لحد ما يصلنا هنا ويصدر القرار ويسلم لإدارة الجامعة، وذلك بغرض الترتيب معا في الولاية لاستقبال الطلاب الجدد في 30/6/2024، الطلاب الجدد دفعة 2022 وبقية دفعات الطلاب في الكليات الأخرى بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. نحن نرتب مع الولاية السيد الوالي كرئيس اللجنة للأمن في الولاية، ورجل مشكور هو أكد على توجيه المحليتين محليتي شندي والمتمة لاستقبال الطلاب الجدد ولتهيئة الداخليات وتهيئة البيئة لاستقبال الطلاب الجدد واستقبال قدام الطلاب لاستئناف الدراسة في بقية كليات ودفعات الجامعة. أهلا بكم. كشف حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي خلال الاجتماع المشترك مع الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادية عن حزمة من القضايا التي تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والخدمات الأخرى بمحافظتي باو والتضامن، وثمن بادي مواقف الديوان في التدخلات العاجلة التي تتم عبر ديوان الزكاة بمناطق العودة الطوعية. من جانبه أعلن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أحمد عبد الله إبراهيم استعداد الديوان لدعم الاستقرار المجتمعي في مجالات الصحة والأمن الغذائي. ناقشنا قضايا مهمة جدا الذي يخص ديوان الزكاة الإقليمي والاتحادي، فمن ضمنها تقديم الخدمات للمواطنين النازحين، وأيضا يمكن يعني أنا هم مشكور يمكن الديوان برضو كان يعني كان في برنامج تقديم يمكن عمل تنموي في منطقة بتاع قوس الدهيش، فدي واحد يمكن من الحاجات يمكن قدرنا ناقشنا فيه. أيضا يمكن الأوضة الطوعية في محافظة باو والتضامن دي من الحاجات يمكن يعني ناقشنا فيه، فقدرنا عكسنا برضه يمكن الوضع يمكن يعني حقيقة لابد الديوان يمكن يتدخل في حاجات كثيرة جدا في على مستوى الإقليم، سواء كان في المحافظتين في المستقبل ولا في محافظة الكرمة وقيسان، لأنه يمكن الوضع ده فعلا حقيقة يتطلب كل الأطراف يتدخلوا عشان
الاحتواء يمكن الموقف الإنساني في هذا الإقليم. إن شاء الله حنقف معهم في كثير من الجوانب اللي بيتهمنا نحن في ديوان الزكاة، لأنه هذه الإقليم يحتاج حقيقة لوقفة الديوان. إحنا حسب توجيهنا لإخواننا في الولايات وفي الأقاليم إنهم يهتموا أيما اهتمام بالذات في الصحة والغذاء. وفي ولاية النيل الأزرق أيضا برعاية وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية والصحة بإقليم النيل الأزرق وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادية مخيم العيون بمنطقة بوط بمحافظة التضامن بالتعاون مع مستشفى مكة لطب العيون بالدمازين لتقديم الخدمات العلاجية للحد من الأمراض المسببة للعمى. الناس هنا بمحافظة التضامن تحديدا بمدينة بوط تبدو عليهم ملامح الفرحة من خلال تدشين مخيم العيون المجاني من قبل أمانة ديوان الزكاة بإقليم النيل الأزرق بالتعاون مع مستشفى مكة لطب العيون، في خطوة وصفها البعض بالمهمة في ظل هكذا تحديات. الناس كلها كانت بتعاني من مشكلة العيون لكن ما قادرة تسافر عشان تتعالج، فديه خدمة ما بتقدر بمال ولا بثمن. يعني ناس ساكنة من كل الأرياف خارج مدينة بوط في القريض في مناطق قريبة، يعني لتكلفة المال يمكن الواحد يتعدي يفقد بصره مرة واحد. بناء الشراكات بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية استراتيجية ماضية ما بين مستشفى مكة لطب العيون الدمازين وأمانة ديوان الزكاة لعموم الفائدة لمجتمعات الإقليم. بنستهدف في هذه البرامج نصل لحد المريض لحد عنده ونكشف عليه، كان عنده دواء ندي له وكان عنده نظارات نديها له، وإذا عنده عملية تجرى له العملية مجانا. ونذكر التعاون مع ديوان الزكاة. احنا كديوان الزكاة ديدنا السند الفقير والوقوف مع الفقير ومساعدته في جوانب الكثيرة، الغذاء والإيواء والصحة. احنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل نجل الشفاء ونسأل للجماعة الجونة من بعد دمازين وأبعد من الدمازين، ربنا يتقبل منهم وربنا يديهم الشفاء إن شاء الله، ونحن حنتكفل بالمسائل الأساسية فيما يختص بالعمليات. فيما تعول وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق على تقديم المزيد من الخدمات العلاجية مقارنة بحجم المعاناة وتدفقات العائدين. نشكر جهود ديوان الزكاة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين. إذن فما هي البرامج والأنشطة المتوقعة تقديمها من قبل أمانة ديوان الزكاة الاتحادية بمناطق الهشاشة؟ رأينا عدد أعداد كبيرة من المواطنين الآن يجرى لهم الفحص، وإن شاء الله هتعمل لهم العمليات الذين يحتاجون لعمليات والذين يحتاجون إلى أدوية ونظارات برضو يأخذونها مجانا، نأمن عليه وإن شاء الله حيتم في مناطق أخرى لإجراء هذه العمليات، لأن العيون أهم شيء للإنسان عشان يمارس حياته الطبيعية. هو بمنطقة الشهيد الدحيش تم وضع حجر الأساس لمركز الشهيد يوسف علي حمود الدحيش الصحي من قبل الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادية والوفد المرافق له. حزمة من الأنشطة والبرامج تنتظرها المجتمعات الريفية لمكافحة أمراض العمى. عصام طه، تلفزيون السودان، مدينة بوط بمحافظة التضامن. أشاد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية جنوب كردفان محجوب سراج بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر في مجال الطوارئ الإنسانية ومساهمته في دعم جهود تقديم خدمات الصحة والمياه للمواطنين، ودعا محجوب في الاحتفال باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ضرورة إعلاء قيمة العمل الطوعي بالولاية والاستعداد للمرحلة المقبلة. من جهته أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع كادوغلي كمال ديبو زايد أن الاحتفال يجسد روح الإنسانية ويعزز ثقافة العمل الطوعي، مشيرا إلى تنفيذ الهلال الأحمر لعدد من البرامج دعما لإنسان الولاية في مجالات التدريب في الإسعافات الأولية والتمريض المنزلي وصيانة مصادر المياه. الجمعيات الوطنية هي على مستوى العالم 192 جمعية، ومن ضمنها جمعية الهلال الأحمر السوداني التي هي الآن بتقيم هذا الاحتفال المتواضع في
دارها في مقرها بكادوغلي. الحركة الدولية هي عبارة عن حركة مستقلة تقدم الخدمات المختلفة في المجالات المختلفة. هذا الاحتفال هذه السنة جاء تحت عنوان إبقاء اللسانية. نحن في ولاية جنوب كردفان هنطبق هذا الشعار وحنكون محافظين على هذا الشعار. نحن في جنوب كردفان هذا العام نحتفل بينكم وبكم ومعكم. الهلال الأحمر بيقول هلال أحمر بنقول حي، بيقول هلال أحمر بنقول غرية، بيقول هلال أحمر بنقول حماية، بنقول هلال أحمر بنقول أنشطة صحية. بالتالي رسالتي للإخوة في هلال الأحمر، نظموا أنفسكم للأنشطة الإنسانية القادمة. دشنا والي ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم برفقة وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية وسلطات محلية كادوغلي، دشنوا بداية العمل في الردميات وأعمال الطرق الداخلية بمدينة كادوغلي. وأكد الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم أن الخطوة تجيء في إطار الاستعداد المبكر لفصل الخريف والتدابير الخاصة بترقية البيئة الحضرية للمدينة. ووجه الوالي المديرين التنفيذيين لمحليات الولاية بالشروع في صيانة الطرق وتنظيم حملات إصحاح البيئة وتطهير مصارف المياه. من جهته أكد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية عبد الله موسى ونيس حرصهم على تنفيذ خطة متكاملة لطوارئ الخريف بالإمكانيات والموارد المحلية المتاحة، داعيا إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع والمنظمات والقطاع الخاص في قضايا البيئة والترقية الحضرية. إن شاء الله حتستمر وتغطي كل الشوارع بالمدينة، ونناشد كل الإخوة المدراء التنفيذيين بالمحليات باعتبارهم رؤساء لجان الطوارئ بالمحليات يبدو مبكرا ومباشرة لردم الطرق ومراجعة كل المناطق ذات الهشاشة. والحملة دي برضو بتصحبها حملة أخرى في مجال صحة البيئة ومراجعة كل السلبيات حتى نتفادى الكوارث والأمراض والمشاكل الكثيرة اللي بيعاني منها الإنسان في فترة الخريف. فترة مبكرة يعني استعدادا لفصل الخريف، رغم حقيقة شح الإمكانيات ورغم الظروف الآن الناس بعيشها وعارفينها ظرفها، لكن نحن لابد أنه نبدأ في الطرق باعتبارها الآن هي المخرج والتنمية الحقيقية، لأنه نحن بنعتبر أنه يعني رئاسة الولاية في الخريف قاعدة تعاني كثير جدا جدا في عملية المجاري، والآن نحن بدينا في طرق وفتح المجاري وإصحاح البيئة وكل الحياة دي إن شاء الله بتمشي على قدم. أشاد ممثل والي كسلة مدير عام وزارة الإنتاج دكتور خضر رمضان بالدور الإنساني والاجتماعي لمتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع كسلة في سرعة الاستجابة لتدفقات النازحين المتأثرين بالحرب من ولايتي الخرطوم والجزيرة. جاء ذلك في الاحتفال باليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر الدوليين. من جانبه أكد مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع كسلة أن الجمعية تمكنت من تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 15,000 أسرة بمراكز الإيواء في الولاية. 162 عاما مضت على تأسيس جمعية الهلال والصليب الأحمر كمؤسستين رائدتين في العمل الطوعي والإنساني الدولي. ممثل حكومة ولاية كسلة دكتور خضر رمضان مدير عام وزارة الإنتاج أشار إلى أن الاحتفال هذا العام يصادف أحداثا مؤلمة تمر على الوطن السودان وتحتاج لتدخلات عاجلة من الأسرة الدولية. يمكن دي هي كارثة عالمية تحدث وتقود الحركة حركة الهلال الأحمر السوداني في إغاثة المنكوبين. مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع كسلة ياسر عبد الله ياسين أكد أن الجمعية تنشط في مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية وشعارها الإنسانية
وعدم الانحياز. فالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية في العالم تقدم خدماتها للمتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية حول العالم، ملتزمة بمبادئها الأساسية. من خلال موظفيها ومتطوعيها، ومن بينهم ما يزيد أكثر من 30,000 متطوع في ولاية كسلة. رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني بكسلة أشار إلى أن كافة منسوبي الجمعية يعملون بجد وإخلاص خدمة للإنسانية في كل مكان وزمان. استقبلنا عدد كبير من هؤلاء النازحين، فكانت جمعية الهلال الأحمر ومتطوعي الهلال الأحمر هم السند الرئيسي لهؤلاء النازحين حصرا ودعما ومؤازرة لهم طيلة هذه الفترة. متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني عطاء دون من أو أذى، يؤثرون الناس على أنفسهم، فهم رسل الإنسانية بجهدهم وتفانيهم. هنالك أتيام تعمل في مبدأ الإنسانية ومدخل الإنسانية. منذ بدأ هذا النزوح تدخلنا ب 300 متطوع، وحتى الآن هم في الميدان في حصر الوافدين. الاحتفال باليوم العالمي لجمعية الهلال الأحمر السوداني تجسيد لقيم الخير والفضيلة، فالإنسانية أسرة واحدة وكلكم لآدم وآدم من تراب. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسلة. جهود مقدرة تبذلها الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف أثمرت على انطلاقة حملة تطعيم بثلاث محليات بالولاية حفاظا على صحة الحيوان وترقية للخدمات البيطرية. تطويرا لقطاع الثروة الحيوانية، نفذت منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية برنامج نهج النظم الزراعية المستدامة في السودان بالتعاون مع منظمة التواكي للتنمية وإدارة الخدمات البيطرية بوزارة الثروة الحيوانية بالقضارف. نظموا حملة لتطعيم المجترات الصغيرة بمحليات الفاو قلع النحل والفشقة بولاية القضارف. مدير إدارة الخدمات البيطرية بوزارة الثروة الحيوانية دكتور معاوية عبد القادر أشاد بجهود المنظمات المشاركة في الحملة، مؤكدا على أهمية التطعيم للحيوان خاصة بعد خروج المعمل المركزي سوبا المنتج للقاح بسبب الحرب. كان الهدف بتاعنا إنه نقدم الخدمة دي للمربين، وهم بالذات خاشين على فصل الخريف، وفصل المعروف إنه فيه يمكن تكثر فيه الأمراض والنواغل بتاعة الحشرات. المدير إدارة الأوبئة دكتور إيناس عبد الدافع أكدت أن عملية التطعيم والعمل الوقائي يعتبران صمام أمان للقطيع ووقاية وحفاظا على صحة وحماية القطيع من الأمراض. حقيقة العمل الوقائي بالنسبة لإدارة الأوبئة بيعتبر صمام الأمان بالنسبة للقطيع بالولاية، حيث أن عملية التطعيم باللقاحات المختلفة بتمثل وقاية للحيوان ضد الأمراض الوبائية وبالفصائل المختلفة. ممثل منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية أمن على أهمية دعم قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدا أن المنظمة تستهدف محليات الولاية الرئيسية، معبرا عن شكره لتعاون إدارة الثروة الحيوانية ولاية القضارف مع المنظمات العاملة مع الوزارة. شغالين في المشروع بتاع نهج النظم الزراعية المستدامة في السودان. المشروع مدعوم من المعونة الأمريكية، منفذها المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح. شغالين في ثلاثة محليات، محلية الفشقة، الفاو، قلع النحل. مستهدفين 150 ألف راس من الضان والمعز، إن شاء الله نحاول نغطيهم في الفترة دي. مستهدفين تقريبا 7500 أسرة هم المفروض يغطوا في المشروع إن شاء الله. حملة تطعيم المجترات الصغيرة يأتي ترقية للخدمات البيطرية وتطويرا للقطاع الحيواني. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف.
أكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار الهادي الصادق اكتمال الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي، وذلك من خلال اعتماد التمويل وتوفير الجازولين لزراعة 5 مليون فدان. جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي عقدته الوزارة للاطمئنان على الموسم الزراعي بالولاية. تنويري حول استعدادات ولاية سنار للموسم الزراعي 2024-2025 نظمته وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار بحضور عدد من المزارعين والأجهزة الإعلامية بالولاية لمناقشة آخر الترتيبات لانطلاقة الموسم الزراعي بالقطاعين المطري والمروي. البشرات جاءت من الأخ الوالي وزير الزراعة من بورسودان، كانت بشرات طيبة فيها 6 تريليون للتأمين التأهيلي والتأمين الزراعي، وهذا دعم طيب، لكن احنا نشدنا الإخوة في الاجتماع ده أن يتكون ليام بتاعت متابعة وأن تصرف قروش التمويل التأهيلي الآن وليس بكرة، لأنه التمويل التأهيلي ده ما بخص المزارع، بخص الإدارة الاتحادية، وعشان كده بنطالب هذه المشاريع إطلاق قرار بكرة أو بعد بكرة بيضم المشاريع القومية حتى أتابع. ويأتي اللقاء التنويري في ظل توجه الأنظار والتعويل على ولاية سنار في توفير الأمن الغذائي لأهل السودان بعد خروج مشروع الجزيرة عن الإنتاج بسبب الحرب. في مشاريع ولاية سنار المروية قدمنا خطتنا للموسم الجديد 2023-2025 وبيشمل الموسم زراعة مساحة 76,000 فدان لمحصول الذرة، بالإضافة إلى 25,000 فدان من محصول القطن، بالإضافة إلى محاصيل زهرة الشمس والمحاصيل الواعدة الأخرى مثل فول الصويا ومحصول الأرز الهوائي. نحن والله يعني في ولاية سنار قادرين أن نسير هذه الفجوة وأن نوفر غذاء كافي جدا إلى هذه الولايات. وأكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الهادي الصادق أن ولاية سنار أكملت كافة استعداداتها للموسم الصيفي بتوفير الجازولين واعتماد التمويل لإنجاح الموسم الزراعي. ولية تمت مناقشتها مع أخواننا في المالية وتم التأمين عليها للتمويل المباشر والسريع. في جانب بتاع الطريق برضه يمكن كان له أثر كبير جدا في تأمين المنطقة لتحليل المواد التموينية المواد البترولية من الجازولين. عندنا عدد من المزارعين الآن هم تم التصديق لهم بوقود وتم توفير الوقود من بورسودان عبر الشراكات والشركات الموجودة. يمكن موضوع الجاز الدعم كان معقول جدا، جازنا في الزراعة بالذات خلينا الدعم بتاعه 100 جنيه، العام الفات كان 100، وثبتنا نفس الكلام بتاع 100 جنيه على الجالون بفارق 400 جنيه لجاز الخدمات. عندنا جانب بتاع التقاوي الحمد لله رفعنا الخطة الكاملة. اللقاء التنويري الذي عقدته وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار كشف عن جاهزية الولاية والمقومات التي تتمتع بها ولاية سنار في المجالين المطري والمروي. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنجة. التقى أبو القاسم آدم الطاهر المدير التنفيذي لمحلية أم بدة، التقى فارس البدري مدير الشؤون الإدارية بمنظمة هيومن الخرطوم بحضور دكتور ابتهاج طه محمد نائب مفوض العمل الطوعي والإنساني ولاية الخرطوم. وأوضح المدير التنفيذي للمحلية أن الاجتماع هدف للتنسيق لتوفير وتوزيع المواد الغير غذائية لوافدي أم بدة بمحلية كرري، كما ناقش الاجتماع مواصلة المنظمة لأعمالها بمحلية أم بدة فيما يختص بالمواد الغذائية وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة. دشن مدير التنمية الاجتماعية بمحلية كرري دكتور مريم أحمد شرف الدين توزيع سلة القطرية للمواطنين بالمحلية، ودعا دكتور مريم المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم المزيد من الدعم، كما أكدت أن أتيام التنمية الاجتماعية ومفوضية العمل الطوعي والإنساني يعملون بكل جهد لخدمة المواطنين. من جانبه ثمن منسق عام لجان التسيير والخدمات بمحلية كرري فخر الدين آدم الجهود الكبيرة للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لدعمها المتواصل للمواطنين بمحلية كرري. في تدشين السلة القطرية للمواطنين حقيقة نحن اليوم مستهدفين 6 وحدات إدارية اللي هي ريف الشمال الشمالي، كرري وسط، كرري غرب، ثورة شرق، كرري شرق، لتوزيع هذه السلال لتخفيف العبء على المواطن في المحلية.
حقيقة متواجدين الأيام التنمية الاجتماعية والمنسقين والمفوضين. الأمور الحمد لله ماشية بصورة جيدة وسلسة، لا توجد إشكاليات أيا كان نوعها. فحقيقة يعني نحن من هذا المنبر بندعو جميع المنظمات الوطنية والإقليمية يعني لزيارة الشلال أو الإغاثات، لأنه الكمية اللي بتجي دي كمية بسيطة وما تغطي كل المواطنين. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت موضوعات أحداث اليوم، أعود وأذكر بأبرز العناوين. وزير الصحة يدعو لرفع قدرات الكوادر الصحية للاستجابة للطوارئ. والي القضارف يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطمئن على مجمل الأوضاع. المؤتمر التداولي الأول لإدارات السلطة القضائية يختتم أعماله بعطبرة. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.